تحياتي لكم أعزائي وأهلا وسهلا فيكم مع وصفة جديدة. وصفة اليوم هي تحلية باردة بالفريز، كتير لذيذة وشهية وسهلة التحضير، ومكوناتها هلأ صارت يعني فينا نقول متوفرة لأن الفريز بلش يتوفر بالسوق. فعندي هون تقريبا 250 غرام من حبات الفريز أو 300، يعني بين 250 و 300 غرام. غسلتهم وشلت الورق تبعهم، يعني الراس شلته، ودغري بطحنهم بالهاند بلندر من دون إضافة أي سوائل، يعني لوحدهم. إذا من دون إضافة أي سوائل ما بيعذبونا دغري بينطحنوا، لأنه لما نطحن أول حبتين تطلع كمية من السوائل وبتساعدنا على طحن البقية. نطحنهم وهلأ ما رح نصفيهم لوحدهم، لأنه هيك بنخسر كتير من كمية الفريز أو من الخواص تبع الفريز. رح نضيف لهم الحليب بالأول وبعدين منصفيهم إذا منحب نصفيهم حتى نتخلص من البزر. هون رح أضيف 3 أكواب من الحليب، حليب من البراد عادي، هذا الكوب قياسه 220 ميلي. بحركهم كتير منيح وهلأ بصفيهم قبل ما أضيف السكر والنشا وبقية المكونات. إذا منصفيهم بالمصفاي وبحطهم طنجرة تانية، الطنجرة اللي بدنا نحطها على النار، وهيك بصير عنا المهلبية صافية تماما، ما فيها أي شيء، يعني أي حبة بزر تطلع ناعمة وطعمتها كتير شهية هاي المهلبية. منحركهم كتير منيح بالمصفاي، ما بيضل غير التفل منسميه أو البزر، نضغط عليه كتير منيح مشان ما يبقى فيه أي شيء، وهيك بيكون الحليب أخذ كل الخواص الموجودة بالفريز واللون وما بقي غير البزر. هلأ منضف لون نص كوب من السكر، 4.5 ملاعق من النشا، 4.5 ملاعق ممتازين لهاي الكمية، لأنه بدنا نحسب حساب كمية الفريز اللي هرسناها بالإضافة للحليب. هلأ كان يفضل إني دوب النشا بشي 3-4 ملاعق من الطحين، هيك أسهل ما يعذبونا بال... كنت محضرة الحليب وعلى أساس إني دوبهم فيه لا شعورياً ضفتهم على الحليب، هيك بيدوب بسرعة أكتر لما نضيفهم وبعدين منضيفهم على الحليب. إذا مدوبونه هيك بنص فنجان قهوة بصحن لوحدهم ما بيعذبوكم أبدا. هلأ بنتركهم على جناب لأنه بدنا نحضر البسكويت قبل ما نحطهم على النار. عندي هون كمية من البسكويت السادة، وعندي هون الصينية الباريكس الحجم وسط، يعني يمكن قياسها هي 30x25. مثل ما انكم شايفين عندي فقط هون شي نص كوب من الحليب البارد عادي من البراد، ما تكتروا كمية الحليب لأنه هاي الكمية اللي بتبقى رح نضيفها من دون ما تأثر على قوام المهلبية، منضيفهم آخر الشي على المهلبية، يعني حرام يبقوا. إذا فقط نص كوب كافي منبللهم، يعني شيء إنه نحط قطعة البسكويت ونرفعها من الحليب ومنرتبها بأسفل الصينية. إذا عملت عم بعمل طبقتين فوق بعض من البسكويت منشان تكون طبقة البسكويت واضحة بالقطعة تمام، وعقول إذا في فراغات على الطرف عبيتهم بقطع صغيرة. هلأ بجيب الطنجرة بحركها من جديد لأنه النشا بيكون ترسب بأسفل الطنجرة. شايفين هدول الحليبات ما بقي كتير، يعني لأن استخدمت فقط شي نص كوب من الحليب من أول ما بللت البسكويت، فما بقي غير تقريبا شي 3/4 فنجان قهوة أو نص كوب فنجان قهوة حليب. ضفتهم وهلأ رفعتهم على النار، بحرك طول الوقت طول الوقت لحتى يغلي على نار فينا نقول وسط مشان ما نوقف كتير كمان بيكون الحليب بارد، على نار وسط أو أقل من الوسط بشوي. هلأ رح تغلي، لما تغلي بدنا نضيف لها فانيليا. يعني هون المشكلة إنه الطنجرة بنفس لون المهلبية، لذلك هي لونها كتير صريف، بس الطنجرة يعني ما خلتنا نتهنى باللون، كتير لونها حلو وطعمتها بتاخد العقل. ضفت ظرف فانيليا وهلأ عم ضيف ملعقة تقريباً من الزبدة أو قطعة من الزبدة. منحرك على نار كتير خفيفة هون، لما يغلي منخفف كتير النار ومنحرك شي دقيقتين حتى نطبخ النشا كتير منيح مشان ما تطلع أي طعمة نشا. أصلاً هي طعمة الفريز رح تغطي على طعمة النشا، وطعمة هاي المهلبية كتير لذيذة. هلأ منرفعها ومباشرة وهي سخن كتير منضيفها فوق البسكويت، وهاي الحركة لما نضيفها مباشرة وهو سائل، يعني وهي المهلبية سائلة، رح تفيدنا كتير منيح للمرحلة الجاي، لأنه هاي المهلبية لما تكون سائلة ونحطها بالصينية مثل ما نكون شايفين ترتب دغري السطح لأنها سائلة، رح تمسك
كتير على أطراف الصينية وما راح تخلي الجيلي سائل الجيلي ينزل أو يسرب لأسفل الصينية لما نضيفه. تمام؟ هلأ دغري بتنشف خلال ربع ساعة، بتجمد وبتنشف بينشف سطح الصينية، ولما نضيف الجيلي ما بيتسرب للأسفل، بتضل الطبقة فوق. هلأ هون عندي ظرف جيلي بطعمة الفريز، ضفت له كوب من الماء المغلي، بحرك كتير منيح حتى يدوب تماماً تماماً. إذا بحرك كتير منيح وبتركه حتى يصير فاتر، يعني على القليلة مو بارد منشان ما يجمد، فاتر. بهالوقت منحضر عندي هون كم حبة فريز، غسلتهم وقطعت الراس طبعهم، وهيك عم شرح كل حبة طولياً لثلاث قطع. بدنا ياهن رقاق منشان يعني طبقة الجيلي تغطيهم، ما تكون يعني القطعة كتير كبيرة وما تغطيها طبقة الجيلي، لأن إذا بدنا طبقة الجيلي استخدمنا ظرف واحد، إذا بدنا طبقة الجيلي كبيرة بدنا علبتين، هون استخدمنا علبة واحدة. هلأ برتبهم، شايفين كيف ما في نص ساعة نشفت الصينية يعني سطحها وبردت تقريبا. برتبهم طريقة هيك تكون حلوة، شايفين عم بعمل الراس نحو أطراف الصينية، راس القطعة يعني بقصد، وأسفل القطع تبع الفريز نحو الداخل الصينية، هيك مشان يكون شكله منتظم. وهلأ بوسط الصينية بحط يعني هيك عرق أخضر القمع تبع حبة فريز مشان يكسر اللون، شايفين طبعا نضيفه مغسل. لسه بهالفراغات رح حط كل واحدة قطعة من أو شريحة من الفريز مثل ما بدكم. إذا مو متوفر الفريز فيكم تحطوا فقط الجيلي، يعني إذا خلص الفريز من عندكم بيكفي جيلي، وممكن ما تحطوا قطع ناعمة كمان. هلأ صار فاتر يعني رح يصير بارد، بالملعقة شوي شوي منشان كمان، لأنه إذا ضفناهم بسرعة بيتحركوا هدول قطع الفريز، بيصيروا يعني يتغير مكانهم، بيصيروا يتحركوا بقلب السائل. لا منضيفوا شوي شوي ومنتركه على طاولة العمل، منترك الصينية شي ساعة حتى تتماسك شوي طبقة الجيلي، وبعدين مندخلها على البراد شي 3-4 ساعات، أو منتركها بعدين لتاني يوم تتماسك. بس 3-4 ساعات بتكون هلأ الطقس بارد دغري، بتجمد وما أحلاها. إذا نشوفوا قديش متماسكة وظريفة بعد ما تماسكت طبقة الجيلي، والطبقة المهلبية دغري بتتماسك، يعني فينا نقول مهلبية الفريز، أو فينا نقولها تحلية الفريز الباردة، لذيذة بشكل ومرتبة بشكل. شوفوا القطعة قديش هيك متماسكة وبتنقام بسهولة من الصينية، طبقة المهلبية طعمتها بتاخد العقل وصحية، يعني فينا نقول صحية يعني تقريبا 90% صحية، لأنه فيها كمية فريز منيحة، فيها حليب، ويعني فينا نعتبر بس الجيلي هي الوحيدة ما كتير صحية والباقي كله ممتاز. وعادة الأطفال بيحبوا كتير يعني الحلويات بالفريز، طعمتها بتاخد العقل وسهلة مثل ما شفتوا، ما أخذت معي وقت أبدا، يعني حضرتها بسرعة رهيبة بالسهرة، وتركتها لتاني يوم الصبح أو الظهر بالبراد، وهي فورا أنا يعني وقت كانت بالمطبخ تركتها على الطاولة كانت جمدت، فهي ما بتحسبنا أبدا لأنه طقس بارد. بتمنى تكون عجبتكم وصفتي لليوم أعزائي، بتمنى تجربوها لأنه فعلا كتير لذيذة وشهية، وإن شاء الله ألف صحة وهنا مني أنا هنا.